عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص اخر ايام العيد، بتمنى تكونوا كلكم قضيتوا عيد سعيد وتابعتوا الفيديوهات اللي فاتت عشان قلنا فيها كلام مهم جدا. والنهاردة جاي لكم بخبرين مهمين جدا جدا يا جماعة. الخبر الاولاني انه الرئيس عبد الفتاح السيسي ارسل برقية تهنئة ومعايدة لجلالة الملك محمد السادس. هي كانت في رمضان بس احنا دلوقتي يعني شفنا نص الرسالة تم الكشف عنه، فاحنا هنقرأ نص الرسالة مع بعض في الفيديو ده. والرسالة دي ليها اهداف كتير جدا اتقالت في اخرها، هنقولها برضو مع بعض عشان نفهم مدى وحجم العلاقات دلوقتي المحترمة والقوية جدا المترابطة ما بين مصر والمغرب. وده اللي قلته من فترة طويلة وبأكد عليه، وقلت لكم قبل كده انه حتى لو مصر والمغرب في بينهم، لو لا قدر الله في بينهم خلافات سياسية، الشعوب مترابطة جدا واحنا مترابطين جدا وفي بيننا حب كبير جدا 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 ما بين المغاربة والمصريين. لكن الحمد لله العلاقة السياسية في احسن حال ما بين مصر والمغرب، وان شاء الله تكمل على خير ودايما دايما يكون في اتفاقات وتعاون ما بين المغرب ومصر في مجالات كتير جدا. الخبر التاني اللي هنقوله هو انه جلالة الملك محمد السادس ارسل معاونة ودعم لشعب فلسطين على الضفة الغربية وفي غزة، ودي خطوة محترمة جدا من جلالة الملك محمد السادس ومن المغرب ان هو يدعم فلسطين. وعندنا خبر تاني انه الرئيس عبد الفتاح السيسي هدد اسرائيل في خطوة ما جوه غزة، ولمح لحاجة كده هنقولها في اخر الفيديو ان شاء الله. يلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. ونموت عليك يا المغرب من قلبي كان بغيك، شعبك بالطيبة معروف. الخبر الاولاني يا جماعه هو ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ارسل برقيه تهنئه برمضان لجلاله الملك محمد السادس، وده بيدل على التعامل المحترم اللي ما بين المغرب ومصر وحجم العلاقه الوطيده اللي ما بين البلدين والتعاون في تحقيق اهداف البلدين ان شاء الله وفي تطور وازدهار مستمر. هنقرا مع بعض نص الرساله اللي وصلت لجلاله الملك محمد السادس من الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرساله بتقول: لا يسرني والامه الاسلاميه تستقبل شهر رمضان المعظم أن أتقدم إلى جلالتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، داعيا الله تعالى أن يعيده عليكم وعلى شعبكم الشقيق بالخير واليمن والبركات، وعلى أمتنا العربية والإسلامية بوحدة الكلمة والمزيد من التقدم والازدهار. وأكد رئيس عبد الفتاح السيسي في البرقية دي إن مصر والمغرب بيواجهوا تحديات كبيرة جدا، وإن هما لازم يكونوا إيد واحدة عشان يقدروا يواجهوا التحديات دي جوه أفريقيا وخارجها. إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن ما بين مصر والمغرب، وإن شاء الله الشعب المغربي والشعب المصري يكونوا دايما دايما واحد وإيد واحدة. وده اللي أنا دايما بتمناه، إن مصر والمغرب يكون في بينهم ترابط كبير جدا، لأن هما لو تعاونوا هما أكبر بلدين في أفريقيا من حيث التطور والتقدم. الاهتمام العسكري حاليا مصر والمغرب في تطور كبير جدا، والحمد لله العلاقة ما بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي أو ما بين مصر والمغرب سياسيا علاقة محترمة. احنا كده كده الشعوب احنا عارفين ان احنا ازاي قد ايه متقربين من بعض ومترابطين. ان شاء الله دايما يكون في تعاون مصري مغربي في كل المجالات. اللي بتمناه بتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان يجي اليوم اللي رسميا رسميا مصر تفتح فيه سفارة في الصحراء المغربية، وانا بتمنى ده يعني يحصل من كل قلبي والله، وبدعي ربنا كده ان ده يحصل ويتحقق، لانه باذن الله في الطريق لده باذن الله، انه مصر والمغرب في علاقة كويسة جدا وبرقية راقية جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجلالة الملك محمد السادس. والحمد لله الحمد لله علاقة مصر والمغرب أو المغرب ومصر علاقة محترمة وراقية وبنتمناها دايما في التطور. نقول الخبر الثاني يا جماعة. الخبر الثاني أنه جلالة الملك محمد السادس أرسل دعم للفلسطينيين والضحايا في غزة وفي الضفة الغربية. طيارات القوات المسلحة الملكية المغربية أرسلت الدعم ده وبدأوا يوزعوه على الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية. المساعدات دي بتتكون من 40 طن أدوات غذائية وعلاجية، أدوية وأكل، بيتوزعوا على المواطنين الفلسطينيين وعلى الضحايا في المنطقتين دول، الضفة الغربية وغزة. هي خطوة محترمة جدا من جلالة الملك محمد السادس، وخطوة محترمة جدا من المغرب، دعم فلسطين. زي ما قلنا قبل كده المغرب على علاقة محترمة بكل الأديان، زي ما مصر على علاقة محترمة بكل الأديان. الموضوع إنه إحنا بندافع عن شعب ضد الفكر الصهيوني بس، لكن
مسيحيين مسلمين يهود كلهم على دماغنا، وكل الاحترام ليهم لكل الاديان، لان المغرب فيها يهود محترمين، في يهود مغاربه محترمين، في مسيحيين مصريين محترمين، احنا ما عندناش ابدا خلاف مع الاديان. والخبر الثالث اللي معانا بيقول انه الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلنها صراحه وهدد انه اي سياره اسعاف من الموجودين حاليا في غزه، لانه في سيارات اسعاف مصريه متواجده جوه غزه بتحاول ان هي تساعد الضحايا اللي بيتضربوا جوه، فالرئيس عبد الفتاح السيسي قال انه العربيات دي هي مش بس عربيات مصريه او سيارات مصريه، هي سيارات تابعه بنعتبرها تابعه للقوات المسلحه المصريه، فاي اعتداء على سياره اسعاف مصريه بتحاول ان هي تساعد الضحايا جوه غزة هو اعتداء على القوات المسلحة المصرية وعلى الجيش المصري، فالجيش ساعتها هياخد رد فعل إذا تم الاعتداء على سيارات إسعاف مصرية جوه غزة. وده تلميح مهم جدا، لأنه يعني إسرائيل أو تنبيه أو تحذير لإسرائيل إنها ما تمسش أي سيارة إسعاف، لأنه المفروض في حاجات مدنية والإسعافات دي المفروض إنها بعيدا، حتى لو في حرب المفروض إن محدش يقرب من سيارات الإسعاف، فإذا تم المساس بسيارات الإسعاف المصرية جوه غزة هيبقى في رد فعل من الجيش المصري، وده اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال إنه محدش يقرب من سيارات الإسعاف المصرية. نتمنى إن شاء الله إنه اللي بيحصل في غزة أو في فلسطين ده ينتهي، ودايماً يا رب يحفظ أمتنا كلها، ويا رب كل الديانات ليها احترامها، لكن إحنا ضد الاعتداء على الناس، ضد الفكر الصهيوني. نتمنى ان شاء الله انه دايما كلنا نبقى ايد واحده، مصر والمغرب وكلنا نبقى ايد واحده، ونساعد على قد ما نقدر، وان شاء الله ربنا يعدي الازمه دي على خير. كل سنه وانتم طيبين، ورب يكون عيد سعيد. قولوا لي رايكم في كل اللي انا قلته وفي كل الاخبار اللي قلناها النهارده في التعليقات، مستني دايما متابعتكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان الفيديو ينتشر اكتر واكتر. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.